حقيقة توسعة الموصل يعني يعني بشغلة كل يعني كلش مطلوبة وكلش مهمة. توسعة الموصل أولا يعني الأسعار الأراضي راح تبدأ بالانخفاض. اثنين المواطن العادي ممكن أنه يأمن له سكن. يعني وسيلة التنقل أصبحت يعني وسيلة جدا مستساغة باليد، إضافة إلى أنه زيادة فرص العمل، الألفة بين وحدات المجتمع الموصلي اللي هي عبارة عن خليط من 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 مجموعة زهور، فتزيد من اللحمة الوطنية، تزيد من المشاريع. عندنا الجسر السادس هسه كمل، يعني ممكن انه باتجاه دوك انه التوسعة تصل الى حد اوانه، إضافة الى مشاريع الماء، مشاريع الكهرباء. الامور تختلف اختلاف جذري في حالة التوسعة، يعني ممثلين اي هو لا يمثل المواطن. المواطن احنا عشنا مع المسيحي واليزيدي، كلنا اخوة في هذا المجتمع الخليط، وكلنا عشنا في ألفة وفي محبة. بالعكس المناطق اذا تكثر التجانس بها تكثر يعني تكثر العلاقات، تكثر المحبة. الجار هنا يعني في مدينة الموصل بالذات يعرفون حقوق الجار، وبالعراق عموما. توسعة مدينة الموصل ستزيد من اللحمة التي هي من زمان أجدادنا كانت موجودة، كانوا الذين خارج الموصل يعيشون داخل الموصل ويتملكون داخلها، وكذلك بالعكس. وكذلك في القضايا الزراعية هناك شراكات في الأمور الزراعية بين أهل المدينة وأهل القرية. هذا المشروع سيصب بمصلحة المحافظة وتنخفض أسعار الأراضي، فهنا الوضع الاقتصادي لمحافظة اثنين سينتعش بالنسبة للخارج وللداخل، داخل مدينة الموصل وخارجها، وسيزيد اللحمة بين أبناء ومكونات هذه المدينة وهذه المحافظة، محافظة اثنين والعريقة. ونحن نرحب بأهل سهينينوى يأتون إلى مدينة الموصل ويعيشون معنا، وكذلك نحن نذهب ونعيش معهم، والتعايش السلمي مهم جدا، وسيزيد من فرص الانتعاش الاقتصادي لهذه المحافظة. صراحة نحن مع التوسعة ومن كل الجهات، هذا واحد، لأنه اليوم الموصل ما شاء الله بدأت تزداد النفوس فيها، بدأ الانفتاح الأكثر. إحنا اليوم نعاني من ما يسمى العقل الجمعي، يعني عندما ينشر الإنسان منشور أول واحد يكتب كذا، الآخر يستنسخ ويلصق، وليس هناك من يتكلم ويتحدث من داخل أعماق قلبه. لكن في المجمل هي التوسعة من كل الجهات محبذة ومحمودة، وإن وجدت معارضا فأرجو إن شاء الله لا تكون طائفية. هناك انسحاب، أعتقد سحب للدعوة، وراح يكون هناك تراضي، لكن هذا أعتقد لحين ما، وبعدها الأمور إن شاء الله تأخذ منحها الصحيح. يعني أنا في رأيي أن كلمة الاجتياح كلمة كبيرة لا يجوز إطلاق عليها، لا يجوز نطلق على هذا المشروع، هذه التسمية. الاجتياح يأخذ غير معنى، هذا انفتاح على المدينة اللي تنفتح حتى يشارك جميع أهل بيها. يعني احنا ما عندنا مانع ابو سهل نينوى يجي يشتغل بالموصل ويعيش بالموصل، وكذلك ابو الموصل يقعد ببرطله ويقعد، لان هي كل العراق واحد. انا كعراقي مواطن عراقي من حقي اتملك في اي مكان، في اي شبر من العراق من حقي اتملك منه بموجب الدستور. فهذا مو تغيير ديموغرافي، هذا تغيير ديموغرافي ان تخرج اهله منه تبدلهم بغير قوميه. هذا المفهوم جدا ضيق، ويعني يخلق نعرة طائفية ويخلق نعرة غير مسموح. وبعدين خلي يكون مهم نقطة مهمة أستاذي الفاضل عن طريق قناتكم، نحن اليوم في الموصل بحاجة إلى درء الفتنة مو توسيع فتنة، فلذلك يجب على أصحاب القرار النواب أصحاب الأحزاب أن تنظر بهذه النظرة إلى المدينة، لا تخلق مشاكل، تخلق فتن وآثار غير مفيدة غير نافعة للمدينة.